مثلا ديال بدا ستونس كنتسنى فيه وغيقلب يدوز دابا قرب يدخل محطة بنكرير مع ستونس القادم من مراكش مدينة مراكش مع ستالاروب. ستونس كيكون هنا في المحطة قالي والو دابا يدخل. ربما دابا باقي معطل هذا في مراكش باقي معطل شي دقيقة تقريبا من جوج غنشوف هذا اللي جاي دابا دخل من فاس محطة بنكرير مع ستونس هو دخل كروازمو نصور هذا هو الأول اللي جاي دابا كروازمو ديال ستونس دخل محطة بنكرير جاي من فاس قبيلة غادي ديبار دابا بالبيل إذا غنشوف هذا كروازمو دابا يدخل بنكرير غنحاول الاتجاه هو الاول اللي خارج من محطة بنكرير غادي لمراكش اللي باقي معطل خاصك تكون كروز من هنايا في المحطة ما خاصكش تكون خارج من المحطة تحول الاتجاه دابا للمحطة اذا فات لي بار ديال اللي جا من فاس غادي لمراكش تحول الاتجاه قبل ما بالي الاخر جاي وغادي ما غتكون كروز من هنا التوقيت ديالهم بجوج هذا الفيلا دابا جاي هذا اللي جا من فاس محطة بنكرير انطلاقا غادي لمراكش بالفعل كي قلت لكم ها هو كرمازمو والله دخل جاي معطل قال لي الكروازمو هو اللي جا مراكش تنتسنى فيه هو اللي جا من مراكش اللي تروح تسمع كده جا معطل هذا هنا فرا ومشى لهاد المراكش ولا معطل من كريدة كروازم ديال ستونس هادو بجوج كروازم في محطة بنكرير